أعطيت أجل محددة قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل تعميم العمل بسجل التجاري الإلكتروني، حيث أسدى وزير التجارة رزيق تعليمات صارمة لكل من مديري التجارة عبر القطر الوطني بإلزامية العمل بسجل التجاري الإلكتروني. وقال الوزير أنه يمكن للتاجر أن يستلم سجله من منزله بدل التنقل إلى المراكز المخصصة لذلك. وكشف الوزير أيضا أنه سيشطب كل تاجر لا يتعامل بسجل إلكتروني بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل. أعلنت الحكومة عن إلزامية حمل القناع الواقي في كل الظروف، ولا سيما في الفضاءات العمومية المغلقة أو المفتوحة. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن إلزامية حمل القناع الواقي في كل الظروف، ولا سيما في الفضاءات العمومية المغلقة أو المفتوحة كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن حمل القناع ستتم معاقبته. كما ذكرت الحكومة جميع المواطنين بإلزامية الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي. هددت السلطات الإسبانية باللجوء للتحكيم الدولي من أجل فسخ عقد إمدادها بالغاز مع شركة الوطنية للمحروقات سوناتراك. وجاء قرار إسبانيا الأخير بسبب رفض سوناتراك تخفيض سعر الغاز، خاصة بعد تلقي إسبانيا لعروض مغرية من أمريكا تقضي بتخفيض السعر إلى 2 دولار للغاز. للإشارة فإن الجزائر تبيع الغاز لإسبانيا بسعر يتراوح ما بين 4 و 5 دولار. اتهمت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية النظام المغربي بالتحالف مع جهات صهيونية لضرب الجزائر من خلال افتعال قضايا متعلقة بحرية التعبير لمنع الجزائر من استعادة استقرارها، حيث نسبت الاثنين الماضي برقية بثتها وكالة الأنباء المغربية من مكتبها ببروكسل للبرلمان الأوروبي الذي يضم 751 نائبا. الموقف الذي يأمل 7 نواب ينتمون إلى اللوبي المغربي الصهيوني إجباره عليه. وتضمنت البرقية تحت عنوان البرلمان الأوروبي يطالب بتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي لوضع حد للقمع في الجزائر، كما أن محتوى رسالة نسبت إلى العديد من النواب الأوروبيين الذين يأملون حسب نفس المصدر جلب انتباه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية والأمن بخصوص واقع حرية الصحافة في الجزائر والتجاوزات التي طالت الصحفيين. وحقيقة الخبر أن الموقعين للائحة هم 7 نواب ينتمون إلى اللوبي المغربي الصهيوني، ويتعلق الأمر برافائيل غلوكسمان وغيطا وسليمة ينبو من فرنسا وآخرين من ألمانيا وعدة بلدان أخرى. هذا وقد قامت الصحافة المغربية في المدة الأخيرة بالتهجم ورفع حدة مقالاتها الحاقدة على الجزائر من خلال نشر أكاذيب ومغالطات تخص واقع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر. بهذا التقرير الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية ترد الجزائر على المغرب التي ما زالت تتطاول على الجزائريين، خاصة بعد حادثة القنصل المغربي في وهران. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات. قام وزير السكن والعمران والمدينة كمال الناصري اليوم الثلاثاء بجزائر بإعطاء تعليمة خاصة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، تقضي بإعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة لفائدة أكثر من 35 ألف مواطن من دافع الشطر الأول لاختيار مواقع سكناتهم. وخلال اجتماع تقييمي بتقنية التحرر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين، أشار السيد كمال الناصري أنه تم بلوغ 81% من الهدف المسطر، في حين تبقى 3500 وحدة سكنية أي 20% يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق اللازمة خلال الأيام القادمة. وبحسب الوزير جاءت هذه النتائج بسبب مجهودات مدراء عدل للولايات والولايات الذين قدموا عدة تسهيلات من حيث الإجراءات. أكد الوزير الأول جراد خلال تفقده وتدشينه لقناة المعرفة الجديدة أنه من الضروري الآن التركيز على تعلم الإنجليزية والصينية إلى جانب العربية والفرنسية، مشددا للمدير العام للتلفزيون الجزائري على أن هذه القناة ستكون مفيدة جدا للطالب والعالم الجزائري، لأن العالم الآن يشهد تغييرات علمية ومن المفيد تعلم اللغة العالمية الإنجليزية مثل اللغة الصينية التي تعتبر إلزامية الآن في ظل التكنولوجيا الهائلة للصينيين الذين أصبحوا قوة اقتصادية وتكنولوجية. وختم جراد كلامه بأن علاقات الجزائر المميزة مع الصين تحتم عليها تعلم لغتها وثقافتها من خلال تعلم لغتها والاعتماد على أساتذة صينيين لإثراء ثقافتهم في المجتمع الجزائري. رخصت الوزارة الأولى يوم الاثنين بفتح عدة متاجر لبعض النشاطات التجارية من أجل تسهيل إنتاج الأقنعة. وحسب بيان الوزارة الأولى فإن الوزير الأول جراد اتخذ جملة من القرارات الخاصة بيوم العيد الفطر المبارك، من بينها فتح بعض المتاجر. المتاجر التي رخصت الوزارة الأولى بفتحها يتعلق بمتاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والمنسوجات وورشات الخياطة، قصد تشجيع إنتاج الأقنعة لعامة الناس. وحسب ما أورده ذات البيان فإن هذا القرار يأتي لغرض حشد كل القدرات الوطنية إنتاج المنسوجات وتنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية الذي أمر باتخاذ كل التدابير المتعلقة بيومي العيد.
أكد الوزير الأول جراد وضع تدابير تكميلية لمواجهة فيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ بمناسبة حلول عيد الفطر، وحسب بيان لمصالح الوزير سيطبق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي. كما تم منع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية يومي العيد، ويأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تبون الصادرة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الوبائية التي أجرتها المصالح المتخصصة لوزارة الصحة والسكان قد كشفت أن أغلبية حالات العدوى قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص. وانطلاقا من هذه المعاينة فإن الحكومة تدعو المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية وبأقصى درجات اليقظة، كما تحثهم على تجنب كل الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا، ولا سيما الحشود من الناس والتجمعات العائلية. وبهذه المناسبة فإن الحكومة تذكر جميع المواطنين بإلزامية الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي. أكدت مصالح ولاية عنابة غلق جميع المقابر بالولاية أيام عيد الفطر المبارك للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتفادي الاكتظاظ واحتكاك المواطنين وانتشار العدوى. وجاء في بيان لديوان ولاية عنابة أنه في إطار الإجراءات وتدابير الوقائية الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتوسيع التدابير المتخذة لمنع انتشار العدوى في الأوساط العامة، تأكد منع زيارة المقابر يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2020 بكامل بلديات الولاية. كشف مدير دراسات بقسم النقدية والمعاملات البريدية المالية لمؤسسة بريد الجزائر شبل نبيل عن تخصيص عدة مكاتب بريدية متنقلة بمناطق الظل تمكين المواطنين من القيام بجميع العمليات المالية والبريدية خلال فترة الحجر الصحي. وخلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى اليوم الثلاثاء، أوضح شبل نبيل أن مكاتب البريد المتنقلة ستغطي عدة ولايات خاصة في المدن الكبيرة أين تكون الحشود في مكاتب البريد عالية للحد من الاكتظاظ والسماح المواطنين بسحب أموالهم. تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية غليزان خلال عملية مراقبة كل المحلات المختلفة من غلق 40 محلا تجاريا، منها 10 محلات خاصة بتحضير وبيع الحلويات التقليدية. عملية الغلق تمت بسبب مخالفة أصحابها القرار الإداري المتعلق بإعادة غلق المحلات التجارية، حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المخالفين لهذه التعليمات. أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر، وجاء هذا القرار في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة حسب بيان للمجلس. وحسب ذات البيان سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص يصدر عن طائرة الأوقاف بتنسيق مع مجلس الأوقاف. أعلنت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف عن تعديل قائمة المعنيين بضريبة الثروة التي ستصبح أكثر واقعية عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من خلال عدم اقتصارها فقط على المسددين لضريبة الملكية من أصحاب السيارات والعقارات، وإنما ستشمل أيضا أصحاب السفريات الكثيرة والمطاعم الفاخرة والفنادق وأولئك المنفقين لمبالغ طائلة دون تبرير مصدر نفقاتهم، حيث أكدت من يصرح بمداخله ويلتزم بتسديد ضريبة الثروة هنيئا له، أما البقية فسيخضعون للمساءلات. حيث كشفت خلال نزولها على اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء للرد على انشغالات اللجنة بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عن السعي لتوسيع الوعاء الضريبي خلال سنة 2020، والذي لن يكون إلا من خلال تعميم رقمنا للحصول على المعلومة الضريبية كاملة، قائلة: هناك مجموعة من الأشخاص نعلم أنهم يتهربون من الضرائب، ولكن لا تفاصيل لدينا حول حجم الصفقات التي يقومون بها، لهذا سنسعى لتعميم رقمنا حتى تكون كافة المعطيات متوفرة أمام أيدينا. وعادت مديرة الضرائب للحديث عن ضريبة الثروة التي تم تغيير اسمها من ضريبة على الأملاك إلى ضريبة على الثروة بعد إضافة أشخاص طبيعيين يقيمون بالجزائر ولا يحوزون أملاكا بحسب عناصر معيشتهم، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص سيكونون خاضعين لضريبة الثروة لأن نفقاتهم غير مبررة بمداخل مصرح بها، مشددة على أن هؤلاء لا يقتنون أملاكا رغم الثروات المالية التي يتمتعون بها ويكتفون بالتأجير للتهرب من الضريبة. وأضافت أن وعاء ضريبة الثروة سيحدد وفقا لقيمة وعاء المستوى المعيشي التي سيحددها المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة، إضافة إلى العودة إلى السلم التصاعدي في تسديد ضريبة الثروة التي تنطلق من 0.1 وتمتد إلى 1%، ومن بين الإعفاءات على ضريبة الثروة وفقا لمديرة الضرائب الإعفاء عن قيمة السكن الرئيسي معدل السكنات التي تتجاوز قيمتها 45 مليار سنتيم، بمعنى أن كل سكن يمتلكه شخص يقيم داخله خارج ضريبة الثروة ما عدا أولئك الذين يقيمون في سكنات تجاوز أو تصل قيمتها 45
40 مليار سنتيم، إضافة إلى إعفاء العقارات المؤجرة، وهذا بهدف تشجيع استخدام الموارد وليس فقط مجرد تخزينها، وأيضا للقضاء على أزمة السكن وظاهرة المساكن الشاغرة، مع العلم أنه في حال تأجير العقار سيلتزم صاحبه بتسديد ضريبة أخرى، ولذلك تم إعفاؤه من ضريبة الثروة.